ارتفعت محصلة المجزرة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي على مديريات عبس ومستبى وحيران في حجة إلى أكثر من 30 شهيدا وجريحا، فيما لا يزال العدوان يواصل استهداف المحاورة بغاراته وقصفه العشوائي. حجة من المحافظات الأكثر تضررا جراء العدوان السعودي المستمر منذ 7 أشهر، لا تزال تشهد يوما أبشع الجرائم والمجازر والدمار لإصرار العدو على إحراق الأخضر واليابس في المحافظة. المقاتلات السعودية أجهزت على غالبية المباني ومشاريع البنية التحتية والمصالح العامة والخاصة والمنازل في مديريات حيران وعبس وحرب، وفرضت حصارا جائرا على المحافظة حال دون وصول شاحنات المواد الغذائية والوقود إليها. أجاههم يا مهربة، هنا مطيرات وصواريخ جلبات 2 و3 باطل وجهاج العالم وسابونا. هذا الليلة في منطقة الفندق وملكنبور 7 غارات. والبداية يزيد عن 4 غارات أكثر. وضحايا كان؟ ضحايا فوائل للحادث اللي ذوك الليل. سيارتين. محملين نساء؟ نساء وأطفال. اللي تكسر واللي تعور واللي في الحفرة حق الصاروخ اللي في الخط. على استهداف العدوان السعودي الامريكي الغاشم كذي قطع الطرق لاجل الشاحنات مزله والمواد الغذائيه يقطعها باطل. هذا ما في اسلحه، يقولون اسلحه ايش هنا؟ لا اسلحه، هذا محل الزر. ضربوا الاراضي كذي، ضربوا الزفاف، قطع الطرق. اكثر من 15 غارة شنها طيران العدوان على مناطق متفرقه من مديريه حرب يومي الجمعه والسبت، لا سيما مديرية حيران وعبس، ما أدى إلى سقوط أكثر من 30 شهيدا وجريحا من المواطنين الأبرياء. كما استهدف العدوان بغارتين ناقلة محملة بالقمح، وقصف أيضا محطة كهرباء عبس بمنطقة بني الحسن ومنطقة القنبور قرب مدينة عبس. هذا ما تم استهدافه من الطيران السعودي، ضربه في نص الطريق لكي يقطع المنور الشواحن محاولات الغذائية من السير. محاولات يائسة للعدوان للضغط على أبناء الشعب اليمني وتركيعهم وإخضاعهم في ظل صمت مخزن للمجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية التي لم تحرك ساكنا ولم تكلف نفسها حتى بالنزول الميداني إلى المحافظات الأكثر تضررا للإطلاع عن قرب على حجم الدمار وجرائم الإبادة والمخالفات الجسيمة للقوانين الدولية. في مأرب صدت قوات الجيش واللجان الشعبية